إن هذه المصانع الغير قانونية والمقاومة أو المقاومة قسراً وعدواناً واستيطاناً على أراضينا وفق قرار للحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد إغلاقها من المناطق ما وراء الخط الأخضر في التجمعات الإسرائيلية لما اكتشفوا من مخاطر بيئية على الإنسان. مفتاح في صدد عرض استمارة على الائتلافات الوطنية لتطبيق القرار 1325، وهي الاستمارة التي عملت مفتاح على إعدادها مع مجموعة من الخبراء في القرار وفي مجال حقوق الإنسان خلال عام 2013 لتوثيق الانتهاكات ضمن قرار مجلس الأممي لو 1325. إن مفتاح ومؤسسات أعضاء الائتلاف تدرك بأن التوثيق هو الذي سيسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة والفتيات الفلسطينيات، وهو الذي من شأنه أن يوجه أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية وأن يخضع الاحتلال إلى المساءلة والمحاسبة من المجتمع الدولي. وإن شاء الله بختمها ورشة العمل اليوم بمحاذاة جدار الفصل العنصري وأيضا مصانع الموت جشوري التي تقام على الأراضي الفلسطينية في الحي الغربي من منطقة طول كرم. طبعا هذه المنطقة التي عانت كثيرا من سموم الموت التي تبثها المصانع الكيماوية على امتداد ردها من الزمن امتدت لعقود. هذه المصانع التي عمليا أزيلت من داخل الأراضي الإسرائيلية بناء على قرار من المحكمة الإسرائيلية، وبالتالي نتيجة لأثرها وخطرها البيئي على الإنسان وعلى حيوان بشكل عام لتقام على الأراضي الفلسطينية وعلى أراضي عمليا طول كرم. طبعا سكان محافظة طول كرم بعانوا بشكل كبير جدا من هذه الأبخرة والغازات السامة والمياه العادمة المنبعثة من هذه المصانع التي تؤثر بشكل كبير على صحة المرأة والطفل وعلى صحة الإنسان بشكل عام وأيضا على المزروعات وضرب الثروة الزراعية في طول كرم. رغم أنه تم رفع العديد من القضايا بناء على الأبحاث اللي أجريت بمخاطر هذه المصانع للسلطات الإسرائيلية، إلا أنها واجهناها بالرفض والرفض كل هذه الدعاوى باعتبار أنه لا دليل مادي لها. من هنا واستفادة بمناسبة مرور 13 عام على قرار 1325 ومن أجل الاستفادة من البعد القانوني لهذا القرار، قررنا هون بإطلاق حملة لرصد هذه الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها شعبنا من مخاطر هذه المصانع، من أجل لاحقا رفعها بتقارير للأمم المتحدة عبر ضغط شعبي وجماهيري، من أجل بالفعل العمل على إرسال بعثة دولية من الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عن كثب ولاحقا لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي كمجرم حرب. بالتأكيد أننا سنعمل على أن يكون هناك تحركات تؤدي إلى إغلاق مصنع جيشوري وغيره من المصانع المقاومة على أراضي مدينة طول كرم، وبما تسبب من تلوث بيئة وضرر على المواطنين وعلى والمواطنات وعلى صحتهم. بالتأكيد أننا سنواجه صعوبات كما العادة عندما نتواجه مع سياسة الاحتلال وإفرازاته، سواء كانت مستوطنات أو جدار أو حتى اليوم في مواجهة إفراز جديد وهو المصانع الضارة بصحة الإنسان الفلسطيني. سنواجه هذه العقوبات ولكننا سنستمر بإرادتنا وبقوتنا بإيماننا بهذه القضية. بالتأكيد أننا نلاحظ أن المجتمع الفلسطيني هناك في حالة إحباط وعدم تجاوب مع كثير من الأنشطة، ولكن أعتقد هذا النشاط له خصوصية بأنه يؤثر مباشرة على شخص الإنسان الفلسطيني، فبالتالي هناك مصلحة، هناك هم واقع على المرأة وعلى أسرتها تتمثل في عدد من الحالات والوفيات التي تربط بهذه المصانع. علينا نثبت أنها مرتبطة ببعضها البعض، ومن ثم الأساس نتجه إلى توثيق هذه الحالات، توثيق مهني، ومن ثم نرفعها بقضايا إلى الهيئات الدولية المعنية في القرار.